طيب الحديث معالي رئيس الوزراء عن الوضع الأمني يقودنا لحادثة مؤسفة هي حادثة الدفاع الجوي. ما الذي تقوم به حكومتكم للوقوف على حقيقة ما جرى ولاحتواء غضب الأهالي وأيضا لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة مرات قادمة؟ طبعا هناك تحقيق، ننتظر نتائج التحقيق، ولكن هناك أيضا إجراءات. كان أول إجراء بسيط يعني اتخذناه اللي هو وقف الدوري مباريات الكورة في هذه المرحلة لغاية لالتقاط الأنفاس وإعادة تقييم الموقف، لأن اتضح بالرغم من أن كان هناك عدد من المباريات كانت ماشية وكان فيها عدد كبير من الجماهير، يعني وصل للسيادة 30 و40 ألف، ولكن طبعا كان هناك خطط مدبرة لهز كيان الدولة في أي وقت أي فرصة. الدولة بتتقدم، مصر بتتقدم، نمو اقتصادي ملحوظ، خطوة على الطريق لاستكمال خريطة الطريق بانتخاب مجلس نواب، مؤتمر اقتصادي كبير إن شاء الله يعني سينعقد في مارس، كل هذا ولكن هناك من يتربص. طيب سنتحدث عن هذه المشاريع المستقبلية. اليوم الدوري لا يكاد يستأنف يعني نشاطه حتى يتم إيقافه من جديد، وتداعيات ذلك هي كبيرة على كرة القدم. ما هي شروط العودة؟ يعني طبعا كأول خط يعني هنقعد مع اتحاد الكرة في المرحلة دي، هيكون الدوري بلا جمهور ضمانا ل متى تقريبا سيعود؟ يعني احنا بنتكلم على مثل اسبوعين او يعني ان شاء الله سيعود باسرع ما يمكن، عشان ده طبعا له تاثير كبير على شريحه كبيره من وعلى مستوى كره القدم المصريه. على مستوى كره القدم هل هناك تفكير في تطوير منظومه امنيه لمواكبه هذه الانشطه الرياضيه تفاديا لوقوع مثل هذه الاحداث تؤثر على الامن في مصر، تؤثر على مستوى الكره المصريه ايضا؟ بلا شك ده جزء يعني وزاره الداخليه بتدرسه ومع النوادي، والحقيقه يعني الامور كانت مخطط لها، ويمكن التحقيقات ستظهر الكثير. أنا لا أستبق الأحداث. ده كان كلام سيادة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إلى قناة دبي وإلى الزميلة المذيعة هناك. يعني الحقيقة كان سألت أسئلة واعية بأمانة شديدة جدا يعني. لكن بالأمس الحقيقة الزميل العزيز محمد علي خير مقدم برنامج مساء الخير الناجح هنا في سي بي سي 2 كمان عمل محادثة تليفونية هامة مع المهندس إبراهيم محلب عن الكورة عن الدوري. يا ترى إيه اللي قاله رئيس الوزراء؟ هل تراجع في كلامه؟ هل أكد كلامه؟ نشوف قال إيه للزميل محمد علي خير. الصراحة يعني يرجع، بس لازم يرجع في جو من الأمن والأمان، ولازم يعني قدامه قد إيه يا باشمهندس؟ والله هو تقييم دائم، يعني إن شاء الله هيناقش هذا الموضوع الأسبوع القادم في مجلس الوزراء. وطبعا إحنا حاطين أول حاجة يعني نوع من إن إحنا بنوازن عودة الدوري، وإن شاء الله هيرجع، وأيضا ضمان برضو سلامة اللاعبين وسلامة يعني لا نية لإلغاء الدوري هذا العام. لا لا لا, لا إن شاء الله لا نية إطلاق الدوري، بس لازم تكون كل يعني حضرتك مقومات ان فعلا يكون دوري ما فيهوش اي بقى نوع من اللي انت شفته قبل كده يعني. فلازم يكون الامن والامان عنصر هام، وهيرجع بدون جمهور. ده مؤكد يعني. ده كلام محترم، بشكر زميل محمد علي خير. واحنا كان بقالنا 3 ايام الحقيقه مش عارفين نجيب سيادة رئيس مجلس الوزراء، لكنه هو يمكن لان طبيعه البرنامج سياسيه فتمكنوا من الحوار معاه والحديث معاه. طيب كلام الرجل كان واضحا، لا نيه على الاطلاق لالغاء الدوري العام. حلو، لكنه اكمل انه هذه المره بضوابط امنيه قويه، وهذا هو المطلوب. ده معنى ايه؟ انا دايما بحاول او بعرف اقرا شويه يعني قرايتي كويسه، انه مش الاسبوع الجاي ولا اللي بعده، ده قريت انا انه لا تعالى بقى 1 2 3 4 5، وانه هيكون في اجتماعات مكثفه مع الامن، مع وزاره الشباب والرياضه، مع الساده رؤساء الانديه، وتقول بقى الدنيا ماشيه ازاي، الحدوته ماشيه ازاي. ده كويس. ليه انا جبت حديث السيد رئيس الوزراء لقناه دبي ثم تاكيده لقناه سي بي سي 2
يبقى ده تأكيد لتأكيد أن الدوري سيعود. ده مش أنا اللي بقول، صاحب قرار التأجيل هو صاحب حديث العودة، وبالتالي أنا لابد أن أنا أثق في قيادتي، لأنه بلدنا دلوقتي عندي رئيس جمهورية ثم رئيس مجلس وزراء. فأتصور، مش أتصور، أنا متأكد أن رئيس مجلس الوزراء تكلم بناء على تقارير موجودة في إيديه. في كمان حاجتين مهمين يخلوكوا تقولوا أن الدنيا هتمشي بشكل كويس، أو ثلاث حاجات. الأولى أنه دوري مراكز الشباب يعود غدا. مراكز الشباب لها جمهور، ودي كانت فكرة رائعة من وزارة الشباب والرياضة، رغم أن أنا كنت السنة دي ناوي أقول للوزير أنه خلاص الغيها بقى، ما الدوري انتظم وخلاص، وفي لعبة بتلعب هنا وبتلعب هنا، لكنه لا، ده هي موجودة ومهمة أنها تفضل مستمرة، ونشاط جيد لمراكز الشباب، بس يتم تنقيحها السنة الجاية. اللي بيلعب في الدوري ما يلعبش في دوري مراكز الشباب، يعني اللاعب اللي بيلعب في الدوري لا يحق ليه انه يلعب، واذا لعب يبقى فريقه خسران عشان اجيب ناس تانية، عشان مش اللي بيلعبوا في الدوري العام ولا دوري الدرجة التانية ولا دوري الدرجة التالتة ولا اي دوري يروح يلعبوا كمان دوري مراكز الشباب يتحط له لائحة. وكان الزميل مازن مرزوق هو المسؤول، فبالتالي اعتقد انه مازن يقدر يعمل دي بشكل كويس، دي لائحة تتعمل يعني. فده مؤشر. المؤشر التاني انه اتحاد الكورة قرر استئناف مسابقات الناشئين، لانه قال لك انا هوقف كله، يعني عيش كلنا نموت كلنا. انا متفق جدا مع اتحاد الكرة في ايقاف دوري الدرجة التانية القسم التاني، لانه هيطلع لك ثلاث اندية ومش هينزل حد، اذا الدوري ما استئنفش يبقى عندك 23 نادي، هتضم لهم نادي كمان يبقى 24، رجع لمجموعتين 12 و12 عشان بقى تنزل تبقى مشكلة، 4 و4 ينزلوا يبقى عندك 8 و8 يبقى 16، ويطلع لك 3 يبقى 19، تضم عليهم احسن مش عارف ايه، بقى 20 تاني، رجعنا في دوامة. وانتوا كلكم اشتكيتوا من دوري المجموعتين انه دوري ايه هلهقة، يعني ايه كده هلهقة، يعني بيقولوا هلهقة يعني والله ما عارف، بس هي هلهقة يعني ما اعرفش، فكده فما ينفعش دوري المجموعتين. حضراتكم بتتابعوا الدوري الانجليزي، الدوري الالماني، الدوري الفرنسي، الدوري الاسباني، الدوري الهندي، الدوري الفنزويلي، الدوري الكوستاريكي، الدوري النيكاراجوي، الدوري التنزاني، الدوري الموريتاني، الدوري الصومالي، دوري اي دوري باستثناء العراق هي اللي فيها مجموعتين. ليه؟ لانه في ناس ما تقدرش تروح الموصل، الموصل محتله، مدينه تحت الاحتلال، والامريكان قرروا ان هم يحرروها، لكن قرروا ان الاحتلال يستمر في ليبيا يعني، والتطرف يستمر في ليبيا، وهم يعني ايه يعني زعلانين شويه ان احنا رحنا حررنا اولادنا من هناك. او لانه عندي مقال مهم قوي للزميل عزيز دندراوي الهواري، ويا ريت تجيبوه لنا على التليفون، مهم قوي تجيبوه لنا دندراوي الهواري على التليفون، لانه كاتب مقال مهم قوي على اليوم السابع، ولما تكتب مقال على اليوم السابع ويكتبوا دندراوي ده حاجه مهمه، خلي بال حضراتكم منها يعني. المهم، فدي مؤشرات بتقول لك لا، دوري مراكز الشباب اشتغل، الناشئين اشتغلوا. كمان انه التحقيقات في موضوع حادثه الزمالك وانبي امام استاد الدفاع الجوي شغاله بشكل قوي، ده اللي انا عرفته، واللي علمته كمان انه ما في حد اخطا مش هيتحاسب تاني اهو، اللي علمته انه ما في حد اخطا ايا كان من هو، ما في حد اخطا مش هيتحاسب، والحساب لن يكون اداريا بل سيكون جنائيا. اسمعوا الكلام اللي بقول لحضراتكم عليه، انا بقول لكم برضو معلومات مش استنتاجات. كل من اخطا في الحادث المؤلم الذي وقع ضحياته 20 ولد وفيهم بنت من ولادنا اثناء او قبل مباراه الزمالك وانبي، سيتم تقديمه للمحاكمه جنائيا. المحكمه بقى تقول اعدام، تقول براءه، تقول 10 سنين، تقول 8 سنين، دي مش قضيتي. وانه التقرير اللي انتهى اليه الدكتور اشرف صبحي مساعد وزير الشباب والرياضه كان تقرير شامل وكافي ووفي وجيد جدا، ووضع كل النقاط فوق الحروف، وان هذا التقرير سيتم تقديمه غدا الى السيد رئيس مجلس الوزراء، وانه ما في احد في هذا البلد فوق القانون. صديقي العزيز معتز مغاوري المخرج المسرحي بعت لي رساله حزينه جدا، بيقول الناس ممكن امتى تتحاسب وامتى تتحاكم، وهل بالفعل المكرونه بالبشاميل هي اللي مسؤوله عن الخناقه وعن الحادثه، الناس بدات تقول الكلام ده.
بدأت تزعل والدولة استشعرت ده، وبالتالي قلت لك لا مفيش هزار. اي حد له مسؤولية. انا عايز ازيد من الشعر بيت غريب جدا، يعني بيت ممكن يكون ايه الوزن بتاعه مش ماشية مع القافية اللي انتوا بتقولوها دي. الاعلام اللي ليه دور في ده لازم يتحاسب، واعلام الشائعات لازم يتحاسب. ما ينفعش واحد يقف لي قدام المشرحة والدنيا مولعة والناس مشتعلة، تاني يوم الحادث وزميله في الاستوديو يقول له طب اسر 19 استلموا زي، يقول له لا 29 30 32 زي ما تقول تقول، يقول له يا اخي انا كان معايا المتحدث باسم الطب الشرعي واكد لي ان هم 19 اللي طلعوا من هنا، هو يقول يا اخي معايا المتحدث باسم الوزارة دكتور عصام الغفاري، يقول له ما هو ما يقولش حاجة، يجي يرد على الناس اللي هنا وعامل لي فيها الحقيقة يعني ثوراجي. انا قدامي ان انتوا خدتوا جثث ناسكو، ما طبعا ما تسمعش حاجة، يقول لك هم بيقولوا لا ده ما ينفعش. لازم لما واحد زي ده يثير الرأي العام، يثير الرأي العام بالشكل ده وقناته تكرمه والدولة تغمض عينيها، لا ده اثارة. بعدين في الاخر نتأكد بما لا يدع مجال للشك ان هما كانوا 19، وفي بنت من شبرا النملة من عندنا من جنب طنطا ماتت هي كمان، لانه دي كانت تعبت خدوها في عربية نقلوها ودوها و و و، فتم التأكد بنسبة 100% انها مات، فبقوا 20. فدلوقتي يقول لك 22 زي مع ضحايا النادي الاهلي، يقول لك 74. لو واحد طبعا بنموت عليه من جوانا، لكن يقول لك هم اصلهم 72 واثنين ماتوا في الميدان. طب الميدان ماله مال بورسعيد؟ يعني الميدان ماله ومال استاد بورسعيد؟ ليه رفض السياسه؟ ليه الجمهور السياسي؟ زي ما قال حماده صدقي، النقطه مهمه جدا، حماده صدقي قال لك الجمهور السياسي لما دخل الملعب بوظه، الجمهور السياسي نقطه مهمه جدا قالها حماده صدقي. ليه بقى تربط وليه دول وليه دايما بنزود اثنين؟ ليه ما نزودش 4 أو 8 أو 10؟ أو ليه ما نقولش الحقيقة؟ 20 يبقى 20، 15 يبقى 15، 72 يبقى 72. لو واحد بس مصاب كلنا نتجنن عليه، لكن ليه يقول لك أصل في اتنين في الميدان نحط الاتنين اللي في الميدان؟ سياسة لازم تدفرها، ويقوم ده لابس 74 وده لابس 74 وده عامل 74 والقصة، وخلاص القصة بقت 74. هو 72 قليل؟ هو 2 قليل؟ هو 1 قليل؟ هم 20 قليلين؟ لكن يجي لك واحد اعلامي يقول لك ليه بقى؟ لانه جنبه اتنين من الالتراس كانوا شاتمينه امبارح، فايه لهم ها كده مبسوطين مني؟ يقول له تمام يا باشا، تمام يا باشا، انت كده برافو، انت كده جدع، انت كده يعني متعتنا وكيفتنا، وانت خلاص كده انت تبعنا. وخلي بالكوا العيال دي محدش تبعهم، العيال دي اوعى اوعى ان انت ما توافقهمش الراي، اوعى. لازم تفضل ايا كان انت لو رئيس جمهوريه ولا فراش في البلديه، لازم تمشي على هواهم، اوعى يكون لك رايك. وبعدين عنده مصطلحات ايه يا اخي؟ الكيان مش عارف ايه، عنده مصطلحات عجيبه جدا تستغرب كده، يقول لك وهل كان هناك للمتحزلقين ان يتحزلقوا فتفزلقوا فتبرعوا فانقرعوا فتوقعوا، حاجات عجيبه جدا، فتفضل عيني ايه مش قادر تفهم. يقول لك لما تفهمني يبقى كلمني، وتلاقيه 16 سنه و17 سنه لو ضربوا الدم يبقى 18 سنه. بعدين يقابلك يقول لك انت ضدنا ليه؟ والله يا ابني انا ما ضدك، ده انا عايزك تبقى كويس، عايزك تبقى احسن واحد في الدنيا. يقول لك لا انت بتكرهنا، خلاص بكرهك بكرهك، هعمل لك ايه؟ ليه كنت بقول لكم انا عايز اسمع دندراوي الهواري؟ لانه اللي كاتبه في اليوم السابع كاتب هل الصاعقه ضبطت قياديا عسكريا قطريا بمعسكر داعش في ديرنا؟ وبعدين بيقول على ضربه بريه شنها 30 من افراد الصاعقه 3 تسعات على معسكر ابو كريم الوهدان التابع لتنظيم داعش، قتلت 150 واسرت 55 بينهم قيادي عسكري قطري وواحد تركي. العمليه العسكريه الناجحه والحاسمه اللي نفذها اسود الجيش المصري كانت حديث وسائل الاعلام العربيه والعالميه. جامعه اقرت ان الصاعقه المصريه تمكنت من قتل واسر اكثر من 200 داعشي من بينهم عرب واجانب ومصريين، وفرار عدد اخر في الدروب والمدقات الصحراويه، كما تمكنت من تدمير مخازن اسلحه. من بين الصحف العالميه جديده روبوليكا الايطاليه،
وقناة سكاي نيوز والميادين العملية بشيء من التفصيل. فضائية الميادين اللبنانية تقرير حول عملية إنزال القوات المصرية، وصفت العملية بالنوعية المعقدة، اعتمدت على المباخت، استخدام القوى النارية الكثيفة والمركزة، مما أسفر عن مقتل 155 مسلحا من داعش، وأسر 55 آخرين من جنسيات عربية وأجنبية، نقلوا إلى القاهرة على متن طائرات حربية. تقرير قناة الميادين أكد أن هذه العملية تزامنت مع وجود الرئيس السيسي على الحدود المصرية الليبية وترأسه اجتماعا كبيرا في منطقة السلوم ضم قادة عسكري رفيع المستوى في ظل معلومات عن قرار مصر الليبي بوضع خارطة طريق ميدانية لضرب مواقع تنظيم داعش على الأراضي الليبية، خاصة في ديرنا وسرت ومصراتة وإجدابية. قناة سكاي نيوز تناولت نفس العملية بنفس التفاصيل، ولكنها أشارت إلى نقطة مهمة، أن الذين أسرهم الجيش المصري من مقاتلي داعش مصريون وعرب، وألمحت إلى وجود عناصر قطرية. من هذه النقطة من خلال المعلومات المتواترة وتصعيد موقف مصر ونبرتها الشديدة ضد قطر، إنما جاء على خلفية اكتشاف وجود أسلحة تحمل أختاما قطرية وأسر قيادة عسكرية قطرية، وما أثار دهشة القيادة المصرية وغضبها. في نفس الوقت في المقابل أحدث ارتباكا شديد القصر الأميري القطري، وحاول أن يقلب الترابيزة من خلال تقريب دول مجلس التعاون، ثم قرار سفر تميم إلى الولايات المتحدة يطلب النجدة من أوباما لإنقاذه من الورطة التي وقع فيها، وحصول مصر على أدلة قاطعة لقطر في دعمها لداعش. ده كلام كتبه الزميل دندراوي الهواري، كلام مهم. أنا نفسي يبقى صحيح، أنا مش متأكد من صحته، بس لو كان صحيح انه فرقة ثلاث ساعات نزلت بقواتها بنارها بنيرانها بمدافعها وموتت واثرت وجابت، لو ده صحيح. بس انا ما بقدرش اسرح لانه ما انا مش يعني مش عارف يعني ما اقدرش، بس كلام مهم قوي. ارجع تاني لكلام المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. ما يبدو في الأفق من وجهة نظري أنه الدوري قد يعود عقب المؤتمر الاقتصادي، ما يبدو في الأفق. وأنا النهاردة 22 في الشهر، أنت بتتكلم في 3 أسابيع، رغم ضيق الوقت جدا جدا جدا، لكن الأندية هتشد الحزام وهتلعب كل 48 ساعة والدوري يكتمل غصب عن أي حد، لازم يكتمل. ده تصوري، ده بقى استنتاج مش معلومات. وبالتالي انا ماسك بيداي واسناني في كلام المهندس ابراهيم محلب في قناة دبي، وامبارح مع الزميل العزيز محمد علي خير، وايضا في كلام المهندس خالد عبد العزيز معايا النهاردة الصبح، لان هو بيأمل وبيتمنى، وقال انه يوم الاربعاء ان شاء الله بيأمل ان يصدر قرار من مجلس الوزراء بعودة الدوري في التوقيت كذا. هو ده بقى اللي هيحسم لك ان يوم كذا يعود الدوري العام. طب يا عم انت امبارح ولعتنا الدنيا على العيال اللي حرقوا الهدف والعيال اللي دخلوا الاستاد وحاولوا يحرقوا، هولعها تاني، هولعها على دماغهم، لانه هم اوعوا يفكروا انه ممكن يعطلوا مسيرة بلد، ولا انه 6 عيال هنا وعيلين هنا. لانه النهاردة المهندس خالد عبد العزيز قال لي انه الشرطة توصلت الى خيوط جيدة، وقال لي هتسمع اخبار جيدة. فهذا الشأن سيصلحوا الارضية وسيصلحوا المش عارف ايه، لكنه هفضل انا متلخبط. هم كانوا لابسين طاقية الاخفة لما نطوا، قال لك انه كان في 35 واحد امن، لا ولا واحد امن، كانوا نايمين. محدش يزعل من الصراحة، والحرق بتاع النظام الاعلاني ده يكلف فلوس كتيرة جدا، وحرق الملعب يكلف خسائر مادية او ادبية او معنوية كثيرة. اتصلح نطوا ازاي، دخلوا ازاي، اتسابوا ازاي، ده مهم. وعايز اقول لكم انه حتى اللحظة دي مشروع الهدف انا باجي من عليه كل يوم، ولا حاجة اتغيرت ولا حاجة اتبدلت ولا اي نوع من انواع الامن اتعمل هناك عشان نتصدى للشأن ده. فارجو انه ده ما يحصلش، ارجو النهاردة انه كاميراتي مراقباتي، حتى الامن مكلف جدا انا عارف، وانا مش زي دبي ولا زي الدوحة ولا زي الرياض ولا زي جدة ولا زي المنامة، ما عنديش الرفاهية دي او ما عنديش الامكانيات دي، لكن هناك اماكن حيوية ومنشآت هامة جدا تستلزم ان احنا نحط عينينا عليها بشكل كويس. محطات السكة الحديد، محطات المترو، استادات الكورة، الوزارات العامة، جراجات النقل العام اللي بتحرق كل شيء، بتحرق في السويس امبارح، السنترالات النهاردة في سنترال مايو 6 ازايز ملوتوف، وربنا ستر في المدخل الحمد لله،
وعدت على خير. لازم يكون في اجراءات امنيه مكثفه، لازم يكون في كاميرات مخفيه ما يشوفوهاش ما يعرفوهاش، لانه ده مهم جدا ان انا اعرف. كان من كام شهر كده قالوا لنا عسكري الدرك سيعود من جديد، وكنت فرحان جدا. كنا زمان بنخاف وبنتونس بها من هناك. انا عشتها، انا ماشي في 55، انا عشتها، انا سمعتها بودني. وكان بيبقى معاه عصايه او بندقيه خشب، ها من هناك، ومبقاش في حد هناك بيفوق الناس، بيطمنها وبيفوق نفسه. تقول لي ده دلوقتي ممكن يتضرب بالنار، ممكن، وانا بقولش لا، ممكن. هو كمان لازم بقى ها من هناك ده يبقى 5 بدل 1، وفرصه ان احنا يبقى عندنا عدد اكبر. حرام ان انا احمل كل المسؤوليه للامن، حرام، ما يقدرش يتحمل كل ده، كان الله في عونه. واحنا قاعدين يقول لك يا عم الوزير ده لازم يمشي، الوزير ده حرام، ده الانابل والمش عارف ايه. طب مش الوزير وجه وزير تاني واستمرت الانفجارات، هنعمل ايه؟ يمشي ومش اللي بعديه. احنا كلنا قاعدين لسانتنا طول كده، ما فيناش غير لسان، نفضل بقى اصل الوزير واصل الوزير واصل رئيس الحكومه واصل، كلنا قاعدين. واول ما حد فينا يمسك المنصب يا عيني يفضل يصوت. في كام وزير كده احترمهم يعني، كانوا في المعارضه وكانوا يعني بيولعوا الدنيا، لما دخلوا الوزاره قال لك جرونا مش قادرين مش عارفين، وهم اللي بقى عايزين ياخدوا اجراءات عنيفه ضد الناس اللي كانوا بيبقوا معاهم في المظاهرات. معايا على الهاتف كابتن وائل جمعه مدير الكره بالنادي الاهلي من مطار القاهره. الحمد لله على السلامه يا كابتن وائل. الله يسلمك يا كابتن احمد، ربنا يخليك. وهارد لك الحقيقه، يمكن قدمته المره دي بقى، انا اقول لك قدمته واحد من افضل العروض، ما يتقالكوش غير هارد لك يا كابتن وائل. ربنا يخليك يا كابتن احمد. الحمد لله. والله احنا الفتره اللي فاتت وانا كنت بكلم مع حضرتك على طول كل مباراه، نعم، يعني تكمله للمباريات الكويسه اللي احنا بنعملها، بس حته النتائج طبعا مش هي اللي احنا كنا عايزينها، انما الاداء الحمد لله بيتحسن، واللعيبه يعني محافظه على الاداء الكويس، وبنحاول نزود اكتر كمان ان شاء الله الفتره اللي جايه. كابتن وائل، يعني هل كانت هناك ظروف معاكسه ولا الظروف كلها كانت جيده، اقامه وانتقال وترحاب واستقبال وكل شيء؟ والله الناس في الجزائر المره دي يا كابتن احمد، يعني احسن مره انا جيت الجزائر فيها، استقبال وتامين وكل حاجه واستقبال كويس جدا، الناس مرحبه بينا جدا جدا جدا، يعني ما بنلعبش مباراه رسميه خالص. اعتقد لا، ما كانش في حاجه معاكسه خالص. حتى الملعب كان كويس جدا، وبرغم المطر الشديد اللي كان نازل، انما الامور كلها كانت كويسه الحمد لله. كان باقي بس توفيق ربنا ونكسب في ضربات الجزاء، انما الحمد لله في الاخر على اللي حصل، واحنا راضيين جدا على الاداء بتاع اللعيب. طيب، هل في اصابه لحسام غالي ووليد سليمان زي ما تردد يا كابتن وائل؟ فعلا. طب قول لي. حسام ووليد خد كدمه تاني في نفس الاصابه بتاعت الجزاء في الرباط الداخلي اللي كان عنده. ده حسام ولا وليد؟ اتخبط فيها تاني، حسام. وليد حصل له زي ارتجاج كده في المخ، وطلب التغيير، كان مأثر عليه، كان دايخ في الاخر المباراه يعني. عشان بس الناس تعرف ان هم خرجوا اتغيروا للاصابه مش لحاجه تانية يعني. لا لا لا، هو فعلا الاثنين خرجوا، هم اللي طلبوا التغيير يعني، حسام ووليد. هل جريده بعد المباراه كان غاضب من اللاعبين في غرفه الملابس؟ لا لا خالص طبعا. الراجل يعني من اكثر المرات اللي شفته راضي عن اداء الفرقه، واحنا كنا بصراحه راضيين عن اداء الفريق الحمد لله، اللعيبه كلها ما فيش حد اثر زي ما حضرتك شفت. عندنا رغبه لاخر دقيقه، جه فينا جول في الدقيقه 70 ولا حاجه و70. نعم. اللعيبه برده بتواصل الضغط، ويعني على الفرقه بتاعت الصيف في نص الشوط الثاني كله مضيعين اكثر من 3 4 فرص، مسيطرين على المباراه، بنلعب كره على الارض، حتى وانت خسران ما فيش استعجال، في ثقه الحمد لله، وبتلعب وتوصل للجول، انما يعني في الاخر التوفيق كان حليف الفريق الجزائري في ضربات الجزاء، واللعيبه كلها عملت اللي عليها يعني. مفيش خصومات ولا عقوبات على حد من اللاعبين يا كابتن؟ لا يا كابتن، لا لا. انا بقول لحضرتك الحمد لله الناس كلها ادت المطلوب منها، وده اللي احنا عايزينه نطلبه من اللعيبه، ان انت تقاتل وتطلع كل حاجه عندك لمصلحه الفريق والنتيجه بتاعت ربنا يعني. ايه اللي قاله لكم المهندس محمود طاهر رئيس النادي بعد المباراه؟
يعني المهندس محمود طبعا يعني مبسوط من الروح اللي اللعيبه ادت بيها المباراه، وكان نفسه طبعا الفرقه تكسب وكلنا كنا نفسنا نكسب ونرجع بالكاس تاني معانا، انما الحمد لله الروح بتاعت اللعيبه في الملعب كانت كويسه، وزي ما قلت لحضرتك التوفيق كان غايب عننا في ضربات الجزاء، انما الحمد لله في الاخر على اللي حصل. ايه اللي عملته معاكم جماهير الجزائر بعد المباراه يا كابتن؟ لا ما كانش في حاجه، لان كان في تامين كويس من الامن الجزائري والناس كانت مهتميه بينا جدا جدا بصراحه، وما كانش في اي مشاكل خالص بعد المباراه يعني. هتاخدوا راحه قد ايه وترجعوا للتمرين امتى؟ احنا المفروض مريحين لغايه يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله، ولكن نشوف بقى الوضع بالنسبه للدوري وكلام من ده. الحاجه الوحيده المؤكده عندنا لغايه دلوقتي هو الماتش بتاع دور ال 32 بطوله افريقيا في نص الشهر الجاي ان شاء الله، هو ده الحاجة الوحيدة المؤكدة عندنا، بس لو الدوري ما رجعش هنلعب مباريات ودية بقى. المهندس محمود طارق رئيس النادي قال ان احنا بنطالب بسرعة عودة الدوري لانه ده في ضرر للجميع. لا طبعا الناس كلها عايزة الدوري يرجع وعايزة الحياة تمشي دكتور احمد، بس يرجع بضمانات، يعني يرجع بضمانات. الناس كلها ضد ان الدوري يتلغي او النشاط يتلغي او كلام من ده، لان احنا جربنا الكلام ده من موسمين وشفنا الصعوبات اللي اثرت على الكره المصريه كلها، فاتمنى الدنيا تبقى هاديه ان شاء الله وترجع المسابقه بسرعه ان شاء الله. مدى رضا الجهاز الفني عن بيتر ايبي اللاعب الجديد، وهل بالفعل هندريك قرب يدخل في التشكيله يعني المباراه الوديه القادمه للفريق؟ هندريك قبل ما نسافر كان نزل مع الفريق يومين بالتاني يعني، واظهر فيهم الحمد لله انه عنده امكانيات كويسه وهيبقى اضافه كويسه. بيتر طبعا كان محتاج شويه وقت، انت عارف برضه لعيب صغير ولسه جاي الدوري على ما خد على الفرقه، انما هو بدايته الحمد لله برضه المباراه الثانيه على التوالي بدايه مبشره، واعتقد ان هو كان سبب في الهدف اللي احنا احرزناه في حكم عن الحارس بتاع الجزائر. اللمحات الاولانيه بتاعته بتقول ان هو لعيب ان شاء الله هيبقى اضافه لنا برضه ان شاء الله. كابتن وائل، يعني شريف اكرامي عقب ضربات الجزاء وهو تالق كثيرا فيها، يمكن بالامس ما كانش عنده البخت انه يصد، هل كان في حاله نفسيه سيئه بعد المباراه؟ ما اعتقدش، لان انا شايف وجهه نظري الشخصيه والله كابتن لعيبه الجزائر من احسن الناس اللي بشوفها. صحيح صحيح صحيح، بصراحه بيلعبوها بقوه وتركيز وثقه في زاويه من المرمى، وانت عارف دي بتبقى صعبه حتى لو شريف راح مع الكوره، اعتقد انه بالقوه اللي شطوها بتبقى صعبه جدا عليهم، على صعبه جدا على شريف يعني. فالحمد لله يعني انا شايف ان كان في لعبه واحده بس كان ممكن شريف يجيبها على الارض دي، اللاعب الافريقي اللي حطها على الارض دي، انما في الاخر حط يعني من فوق، هو توقع انها تبقى فوق شويه فطار من فوق، على ما نزل كانت اسرع منه سبقته. بالظبط. هل في احسن مني بقى في ربنا يخليك، هل في يعني اعداد بمباريات وديه داخليه وخارجيه؟ انا عارف كان عندكم اكثر من عرض لعده مباريات في الخارج. هو لغايه دلوقتي مفيش حاجه مؤكده والله يا كابتن، انا بقول كان في عروض. في ناس بتعرض بس مفيش حاجه مؤكده خالص، هيبان الكلام ده كله مع يوم الاربعاء زي ما بيقولوا في اجتماع اذا كان الدوري هيرجع ولا لا ان شاء الله. طيب عايز اقول لك حاجه بس ما تزعلش الله يخليك، انه الناس كانت سعيده جدا بشكل البدل اليونيفورم الرسمي ده، كان حلو قوي قوي قوي، لكن الفانله اللي ملزوق عليها بتاع على الصدر دي مش حلوه ابدا يا كابتن وائل، انا قلت انتوا بتلعبوا بيها بصراحه على سبيل التفاؤل، مش شايفها تليق بالنادي الاهلي يعني. لا خالص مش تفاؤل، الموضوع ده بقاله في النادي 3 سنين يا كابتن انت عارف. يعني عايز اقول ان مش ذنبنا، يعني مش ذنبنا احنا تلافينا الموضوع ده في الفانله الجديده ان شاء الله اللي هنتكلمها قريب. ان احنا طلبنا اعداد زياده كبيره جدا، انت عارف الموضوع الشركات الاعلانيه والكلام ده في التعاقدات مع بطوله افريقيا تحديدا يعني ما يبقاش في اعلانات وكلام من ده رعاه وكده، فطلبنا يبقى في اعداد زياده بحيث ان نلعب بيها بطوله افريقيا فانيلات ساده يعني كابتن فاهم. لان اللزق اللي محطوط على الفانيلا ده مداري الاعلان الاصلي اللي موجود عندنا. ما هو دمه تقيل قوي بصراحه. ما هو مش ذنبنا والله يا كابتن احمد، انا عارف انه مش ذنبكم يعني، نشتري طقمين جداد وخلاص يا كابتن وائل، بس يعني اللبس الجديد جاي امتى؟ طلبنا خلاص ان شاء الله يعني على كلام الناس بتوع الشركه الاسبوع ده ان شاء الله. هيبقى شيك كده زي الشيك زي اللبس بتاع الخروج.
شاء الله يا كابتن ان شاء الله. هيبقى مبدا ان انتوا تسافروا بالبدل ولا كانت الرحله دي بس يا كابتن؟ والله هم الناس اللي اقترحوا السفريه اللي فاتت دي بتاع شركه التورته اللي هم جايبين لنا لسه، و يعني ممكن الفتره اللي جايه ان شاء الله نسافر فيها. يعني احنا يعني دي مش اول مره نلبس بدل يا كابتن احمد. اه لو تفكر خمس انا سافرت اليابان 7 مرات بالبدل يعني. مش اول مره النادي الاهلي يسافر بالبدله، و احنا يعني متعودين على كده، مش حاجه تزيد علينا يعني. طيب حقيقه كابتن ايمن يونس امبارح يعني طرح نقطه مهمه جدا، انه مثلا الفريق الجزائري كان حاطط شعار بلده علم الجزائر وفي حتت كتيره جدا، والاهلي وما ادراك ما الاهلي وقوته وشعبيته يا كابتن وائل، ليه ما بتحطوش البادج بتاع علم البلد على فانيلاتكم يا كابتن؟ اقتراح طبعا كويس ومحترم، وتقدير لاسم البلد نعم وشعار البلد، وممكن نعملها طبعا الفتره اللي جايه ان شاء الله كابتن، نحط علم مصر طبعا على اللبس بتاعنا زي الانديه الايطاليه ما بتعمل كده. أيوة لو ايوه حط علم ايطاليا كلها على الفانيلات. فطبعا اقتراح نعمله طبعا ان شاء الله الفتره. بشكرك جدا، ده كلام جميل وكلام محترم، ومره تانية الاداء كان رائع يا كابتن وليد يا كابتن وائل، وانتوا كنتوا عند مستوى المسؤوليه، ركلات الترجيح دي توفيق من عند كل حاجه في العالم في الدنيا توفيق من عند ربنا، لكن انت المباراه الرسميه انتهت بالتعادل 1-1 بروح واصرار منكم، ننتظر منكم المزيد ان شاء الله، والسنه الجايه خدوا دوري الابطال والعبوا الفاينل هنا او السوبر هنا، بنكسب واحنا في ملعبنا يا كابتن وائل. يعني اعتقد الاداء اللي احنا قدمناه كابتن احمد الحمد لله، ما فيش فرقه فازت بالكونفدراليه قدمته قدام فرقه فايزه بدوري الابطال، كل المباريات اللي زي كده بتبقى من جانب واحد من اللي هو الفريق صاحب دوري الابطال. الحمد لله ان النادي الاهلي دايما بيأدي المطلوب منه في الوقت اللي جمهوره منتظره منه، فاتمنى ان شاء الله التوفيق الفتره اللي جايه، وبالاداء اللي احنا قدمناه ده يعني صحيح بقى بتقول ان هي قادره على الفوز بدوري الابطال اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله وكاس العالم للانديه يا كابتن وائل. بامر الله كابتن ان شاء الله. بشكرك. سيرنا يروح اليابان بقى كابتن. رجعت اليابان تاني؟ رجعت. لا خلاص يبقى ان شاء الله مبروك عليكم. الله كابتن وائل جمعه مدير الكره بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر الكابتن ايمن يونس الحقيقه الراجل كان معايا على الخط وبعت لي على طول رساله، لانه بالفعل كنت ممكن انسى هذا السؤال، وده شيء جميل لانه ايمن شاركنا في هذا البرنامج وزميل عزيز دائما وابدا في القناه وفي نجاحاتها. بشكرك شكرا جزيلا كابتن وائل جمعه، كابتن ايمن يونس. اعود الى مقال الصديق العزيز دندراوي الهواري في اليوم السابع. استاذ دندراوي ازيك؟ اهلا بيك كابتن شوبير، تحياتي لحضرتك وفريد اعداد وكل مشاهديك الكرام. اشكرك. قول لي بقى المقال اللي انت كاتبه ده الحقيقه، لانه انا شخصيا اتلجى صدري، بس قلت يا رب يكون الخبر صحيح، وانت واخده من سكاي نيوز واخده من قناه الميادين، ويبدو انه في بعض الوكالات قلت كمان احدى الصحف الروبليكا الايطاليه كمان كاتباه. هل بالفعل في قوات صاعقه نزلت؟ وهل بالفعل موتت 155؟ وهل بالفعل اثرت 55 منهم ورجعت بيهم يا استاذ دندراوي؟ قولا واحدا، هناك عمليه بريه ناجحه يوم في التوقيت الذي كان فيه الرئيس السيسي في يتفقد القوات المسلحه في الجهه الغربيه مرسى مطروح. كانت هناك عملية نفذت بالفعل شايف فجرا، وكان هناك اجتماع عالي المستوى من القيادة العسكرية المصرية بالفريق بالرئيس السيسي. هذه العملية ثاني قولا واحدا، هناك عملية برية ناجحة بالتنسيق مع الجيش الليبي، وكانت عملية ناجحة بنسبة 100%، مش 99.9%، 100%. أنا قلت هذا الكلام يوم الأربعاء الماضي وأعلنته صراحة، واستشهدت على هذا الأمر من خلال وسائل إعلام قريبة الصلة من الأحداث داخل الليبيا الشقيقة، وهي مثلا على سبيل المثال الصحف الإيطالية، على صار بوبليكا الإيطالية، قالت نفس الكلام بنفس الأرقام اللي هو قرابة من أكثر من 200 ما بين قتيل وما عاد به من صيد ثمين لقوات الصاعقه 3 ساعات، اسود الجيش المصري الحقيقه، ودي لازم نعرفه، وهم صفوه الذين يتفوقون على نظرائهم المارينز الامريكي بعيدا عن الطنطنه وبعيدا عن ما يسمى بالمجاملات، ولكن دي حقائق واضحه للعيان. هذه العمليه ايضا تناولتها قناه الميادين، وقناه الميادين بما لها من علاقات ومعلومات مهمة من أذرع أمنية مختلفة مثل أذرع الأمنية في
إيران أو في حزب الله لأنها قناة لبنانية وسعة الانتشار في منطقة الشام وعدد من الدول العربية أفردت هذا الأمر بخرائط، استعانت بخرائط لهذه العملية وأكدت أنها عملية كانت معقدة وحاسمة وناجحة بنسبة 100%. تايم نيوز العربية أيضا نفس المشهد أكدته وأقرته وعدد من الصحف الأخرى. وكان هناك محاولة للإعلان عن هذه العملية بشكل رسمي إلا أن الغطاء السياسي كان مهم، فكان لابد من إحداث ما يسمى الغطاء السياسي. هناك نقطة مهمة في ما يسمى بالصيد الثاني، كانت اللافت للأنظار وجود في سيناء اكتشاف ذخائر، كان مستودع ذخيرة وأسلحة كبيرة للغاية ومركز اتصالات كبيرة لأنصار بيت المقدس، فوجئوا بالذخائر ممهورة في أختام قطرية. نفس الخزائن الأسلحة والذخائر كانت موجودة في المعسكر الداعشي في ديرنا شرق ليبيا في عملية الإضرار، ودي كان ربط غريب جدا. أيضا وجدوا عناصر من أجنبية وعربية ومن بينها عناصر قطرية وتركية تحديدا، وأيضا أسلحة أمريكية، وده كان تكشف كبير جدا خلال الساعات الماضية. كان ظهر ذلك جليا في النظرة العالية التي يعني اتخذتها مصر حيال اتهامات صريحة لقطر من خلال معلومات مؤكدة. ظهر جليا الربط يا كابتن شوبير ما بين الإعلان مجلس التعاون الخليجي صباحا بإدانة والوقوف بجانب قطر وتغييره مساء، كان بناء على معلومات تم الكشف عنها في مصر، وهناك ترتيبات بأن يمكن لتسجيل وتدوين هذه المعلومات وهذه الأدلة والبراهين المؤكدة وعرضها على قادة دول مجلس الخليج العربي للتأكد من إدانة قطر إدانة كاملة. أيضا خلال الساعات القادمة لجوء تأمين لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية لنجدة بأوباما، وأنا بقول لك نجدة أوباما بعد التعثر و الانكشاف الكبير للمخطط ما بين المسلسل. في سؤال بقى يعني المفروض مطروح على الساحة، وهو لماذا مثلث الشر قطر تركيا إسرائيل بمنأى عن أنياب داعش؟ ليه دول يعني؟ ليه تحديدا هذه الدول رغم الأنياب والمخالف في سوريا في ليبيا في العراق في اليمن في مصر في يعني اشمعنى ثم التالي الكويت البحرين السعودية وهذه الخطة التالية تخلو برضو المثلث الغريب دوت وطبعا بسند ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الحقائق تكشفت، هذا الغطاء اتفضح ووضح، هناك صيد ثمين وكبير للغاية لدى الأجهزة الأمنية المعنية في مصر، تعتبر كنز معلوماتي سواء ما حدث في سيناء على كمان على أنت عندك على التوازي في سيناء وإلقاء القبض على عناصر مؤثرة جدا من حركة حماس. اكتشفنا أن كتاب القسام دربت ما يقرب من 2000 من عناصر بيت المقدس طوال العامين الماضيين تدريبا مكثفا للدفع بهم وفي سيناء من جديد، وإنشاء شبكة أنفاق في الشيخ زويد وفي سيناء على غرار ما تم إنشاؤه في غزة إبان المعركة والتعدي الإسرائيلي لتنفيذ هذه المهام ضد الجيش المصري. أيضا ما نادى به أحد الحمسويين القياديين في الجمعة الماضية بأن في خطبة الجمعة الماضية بأن الجيش المصري ينتظر حادث قوي يؤكد الأمر جميعهم وب يعني تقنين المعلومات تتأكد أن الأجهزة الأمنية وأن الجيش المصري يعني الحقيقة الذي أحدث إعجابا عالميا ودوليا وإقليميا من خلال توجيه ضربات موجعة للتنظيمات الإرهابية فشلت فيها قوات التحالف المشكلة منذ 6 أشهر أن تؤثر بذلك، أيضا أحدث تعاطفا دوليا وإقليميا مع مصر من خلال القادة وخلال أعضاء الكونجرس الأمريكي وأيضا النشطاء والمهتمين بالشأن السياسي الأمريكي، وانقلاب تام
ضد الرئيس أوباما من خلال أكدوها حرفيا أن الرئيس السيسي الذي يحكم أغلبية مسلمة استطاع أن يسأر لمواطنيه مغلب المواطنة اللي هم المسيحيين والأقباط الأقلية في الوقت الذي يحكم فيه أوباما أغلبية مسيحية فشل في أن يسأر لبني وطنه مثلما حدث مع الرئيس السيسي. وهناك نعرة في داخل الكونغرس الأمريكي تطالب أوباما بشكل صريح أن يعيد من جديد التسليح والمعونات العسكرية إلى مصر فورا لمواجهة ومجابهة الإرهاب، ماذا وإلا سيتخذ قرارا بمنع وحجب كل المعونات على رأس إسرائيل حتى يتوازى الأمر مع مصر. وده تهديدات صريحة لما شهدها من قبل. حقيقة تحية واجبة لجيش مصر العظيم، شكرك. وسود ونسوره المختلفة، بشكرك. وتحياتي، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ دندراوي الهواري، مؤكدا صحة ما كتبه عن عملية برية ناجحة للقوات المصرية داخل ليبيا وقتل 155 داعشي وأسر 55. تسلموا يا رب يكون صحيح بأمر الله عز وجل، تسلموا ده أمر جميل. خليني أروح لفاصل أعزائي المشاهدين، وبعد هذا الفاصل نذهب إلى كلمة أو حديث السيد الرئيس للشعب المصري، هنعيش معها ثم نعود للتعقيب على ما قاله الرئيس، وأيضا نعود لأخبارنا الرياضية.